صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد أطلق مليار وجبة يتم توزيعها إن شاء الله على خارج دولة الإمارات، وتم إطلاق مليون وجبة في دولة الإمارات. فإحنا في بنك الإمارات للطعام تحت مظلة المليار عن طريق توزيع مليون وجبة. الحمد لله رب العالمين، نحن بالتعاون مع القطاع الخاص قمنا باستلام الفائض من المواد الغذائية اللي متوفرة عندهم، والحمد لله قمنا بتوزيعها لسكنات العمال والأسر المتعففة اللي موجودين في إمارات الدولة المختلفة. المبادرة طبعا احنا قسمناها لأربع مبادرات فرعية تحت المبادرة الرئيسية، اللي هي عن طريق المبادرة الأولى اللي هي السلال الغذائية أو الطرود الغذائية. قمنا في باستلام الطرود الغذائية اللي تتكون فيها المواد الغذائية الأساسية من الزيوت ومن الرز ومن الطحين اللي تحتاجها الأسر، ونقوم بتوزيعها لسكنات للأسر المتعففة بشكل رئيسي. وأيضا عندنا مبادرة السلال الغذائية، طبعا سلال الخضار والفواكه هذه بالتعاون مع سوق الخضار والفواكه قمنا باستلام الفائض من الفواكه والخضار، وقمنا الحمد لله بفضل رب العالمين بتوزيعها مع الطرود الغذائية، ووصلنا فيها مع الأسر المتعففة وسكنات العمال. عندنا المبادرة الثالثة الفرعية اللي هي مبادرة المطبخ الخير. مطبخ الخير طبعا هذا احنا بالتعاون مع القطاع الخاص تم توفير مطابخ، ونستلم من الجهات اللي عندها فائض من المواد الأولية، نقوم بتحضير وجبات غذائية ونقوم بتوزيعها للأسر المتعففة وسكنات العمال. ايضا المبادرة الفرعية الرابعة اللي هي فائض الفنادق والمؤسسات الغذائية، بعد نستلمها من عندهم ونقوم بتوزيعها لسكنات العمال والأسر المتعففة. احنا دورنا كبنك الإمارات للطعام في المجال هذا كله من ناحية تأكد من سلامة المواد الغذائية والتأكد ووصولها للمستفيدين بالتعاون مع الشركاء. احنا آلية العمل تكون كالتالي: نستلم المواد الغذائية من الجهات اللي هي حابة تتبرع فيها وعندها فائض، بعدها نقوم احنا بالتاكد من سلامتها، وتاكد من سلامتها من ناحيه التفتيش الظاهري، والتاكد من ناحيتها في حال احنا احتجنا ناخذ عينات غذائيه. بعدها نقوم بعد ما نتاكد من سلامتها نقوم بالتواصل مع شركائنا من مثلا الجمعيات الخيريه لتوزيعها للاسر المتعففه، او عن طريق التواصل مع شرطه دبي للوصول لسكنات العمال اللي هم بحاجه لهذه المواد الغذائية الفائضة. الحمد لله بفضل رب العالمين المستهدف كان عندنا مليون وجبة، والحمد لله مع اليوم وصلنا 1,300,000، بإذن الله متوقعين احنا نوصل 2,000,000 وجبة. تقريبا احنا بشكل يومي ما يقارب 70,000 وجبة يتم توزيعها من خلال بنك الإمارات للطعام بالتعاون مع الشركاء الأساسيين معنا، اللي هم تقريبا يواصل 200 شريك في هذه الحملة معنا.